ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف تعليق بن شيخ، ماذا يقول بأمر مهم؟ يا ترى ما هو؟ هو طبعا يتكلم عن المولدية. تعالوا نسمع ماذا يقول. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك وشكرا للجميع. نعم لحقوا بداوا بريماش ربحوا الدوزيا من سين سويت، بدات الثقه تجي والفرحه تجي. كاين ايضا عند اللاعبين ربما هذا الموسم شاهدناه جرينتا، يعني اللاعبين تحس بانهم يشمخوا تريكو بارابور للاعوام الماضيه، مم حتى الانصار ولاو يامنوا بالفريق تاعهم. نو هما سكيا دو نوفو، نقول باللاعبين نو سيرمون يلا جرينتا بيان سور، وكانوا لو يحترموا البيبليك لان شاك فوا يحب يربح باش كي مارك يروح لعندهم، ويا يا هذيك لا كوميديو هذيك اونسومبل. ولهذا اللاعبين مشكورين في هذا الباب، هذه مشكورين، وانا نقول لهم كملوا هكذا باسكو ان جور تندموا تقولوا دزنا في ان كرون كلوب كيما هذا ولومبيونس وهذه ما عرفناش نبروفيتو. الو بروفيتي ازهاو ربحوا باسكو سي 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 سو فير بليزير اوسي، كي تلعب وتماركي وتروح لومبيونس تروح تجي وتغني وتعيط، سا سي ان بليزير اوسي وتقعد لك في التاريخ. محمد قبل ما نولي ليك، خليك تشوف هذه الصور التي ربما لا نراها الا مع جماهير المولودية، خاصة صور الاطفال والعائلة. هذا السؤال اللي كنت راح نطرحه لك، علاش كنت تقول لي دائما انه نحب نلعب ضد المولوديه؟ علاش نحب نلعب ضد المولوديه؟ اولا لما تلعب ضد المولوديه، وحنا ذاك الوقت ما نلعبوش في القبه ولا في بولوغين، يعني المقابلات على روتور في سان جوي كاع، فهنا في الديربي تاع في العاصمه، علاش تحب تلعب كونت المولوديه؟ دابور عندهم شعب كبير يعمروه ستاد، لاعبين كبار، سنه نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات، يعني تلعب ضد لاعبين كيما باشي ولا بطروني ولا دراوي الله يرحمه ولا علي محيوز، يعني بريمون أرمادة من النجوم. أرمادة من النجوم، وخاصة كي تربح مرضو واحد شحال مية حقيقة كان يربحوكم عليه، يربحوهم ويربحونا، لكن نربحوهم احنا وفعلاه الشعب هذا فاش مليحة كي يربحونا وحنا نخلصوا بالتريبلي هذيك اللي مليحة. علاش هذيك الحلاوة تاع هذاك الشعب تاع المولودية، ومن بعد يستعرف فاهم، يعني كي تربحهم يستعرف ما يسب ما والو. سيت بيبليك كونيسور يعني. نوليو علاش ما شاف لي ستاد كاع هكذايا؟ وين ديرهم في بولوغين؟ ديرهم في صد بن عبد الملك، في فاوت، في القبة، عندك لي ستاد، عندك لي ستاد، حل هاك لي ستاد هذوما، خلي الشعب يجي يفرح، خليه يجي يفرح. المولودية نورمالمون اليوم ما كاينش بزاف أندية في إفريقيا يعني عندها شعبية كيما هما، نقول لك لماذا رغم أنهم لا يحققون كل عام كوب دافريك ولا؟ عندهم شعبية كبيرة، أول فريق أسس في الجزائر، أول فريق اللي خرج ضد الاستعمار، حنايا فاحنا ماناش عايش ما كناش عايشين، والدينا كانوا عايشين، اللي كان اللي عايش في الصحراء، اللي عايش في وهران، اللي عايش في سنطينة، لما يكون فريق واحد هو اسمه مولودية حارب الاستعمار، الناس قاعدة تمشي معاه وبليجي تمشي معاه. لكن هذوك الناس هذوك توارثوا هذا الشيء حسب رايك يعني؟ بالطبع بالطبع، يعني هذوك الناس ماهمش عايشين الان. انا نقول لك على شفنا دي جون دي جون ولا اطفال يعني زونفون تاع 6 سنوات 5 سنوات باقمصه المولوديه وفرحانين. ويراطا وردان رضوان سي ويراطا، نوري لك برك الشعبيه تاع المولوديه، تقول لك ما كاش انديه كبيره اللي في افريقيا اللي عندها. قبل نسيتي لك الطارجي، لا قبل الطارجي الاهلي المصري، الطارجي النادي الافريقي لما كان يلعب بالادوار الاولى، عندك الراجا والوداد، وعندك الاهلي والزمالك، هذوما الانديه الكبرى في افريقيا اللي عندها جماهير وشعبيه كبيره. خليني نروح الان من اقصاص، لكن قبل هذا نشاهدوا الاعمال الانسانيه، واحد يعني دار صوره بتليفون بورتابل يعني متواضع ما يصورش مليح صغير، يعني بحثوا عليه انصار المولوديه وكرموه ب تليفون باش يقدر يصور هذيك الاجواء في الملعب. شفنا من ذوي الاحتياجات الخاصه الكثير منهم تنقلوا، ولو انه هنا بطاقه حمراء يجب تخصيص مكان لانهم ساكن
ما يقدروش يشوفوا كي ينوضوا بيبليك بعد هدف ولا بعد لقطة راح يشوفوا هذه الصور اللي نختموها بما قاله أمين أكساس في وقت ما راح ربما يشرح لنا لماذا المولودية عندها حاجة خاصة ما كانش عند باقي الفرق حسب أمين أكساس. نستمع ونشاهد. سيدالي هذا خلاص وقته. شوف ناس الخير مولودية مولودية رجال جابوا لك تليفون ودراهم وش كتب ربي. أنا ما نبريش كنا جابك دراهم دوك جاب ولعب في هذا الفريق ربما هو فاهم شو سبيسيال 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 يكتب لبايش خصوصيات معنا باليش علي ويعلق من الان امين اكساس لا لا ما يقدرش يقول لك عليه ماهوش فاهم يعني انت لعبت ولا في هذا الفريق ربما هو فاهم انا حبيت برك وشنو هذه حاجه سبيسيال تلعب في وفاق سطيف لعبت في شباب قسنطينه لعبت في مونديال الجزائر لعبت في شباب بلوزداد لعبت تقريبا في كل الفرق الكبيره في الجزائر وش حاجه سبيسيال اسكو هذه الامور اللي ربما واحد يجيب تليفون مسكين يعاونوه بالاموال زادوا جابوا له تليفون جديد هل حاجة أخرى ربما تتعلق ب شفنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير منهم الذين يحبوا بلدية الجزائر ويروحوا يشاهدوها حتى وهما في وضع صحي صعب جدا وش رأيك مين جات هذه حسب رأيك مغر من جات رضوان بو قلت أنا سبونطاني مشغول باسكو وش عشت المولودية الحمد لله اللي لعبت في هذا الفريق كان عندي اسمح لي شارك باش نلعب في هذا الفريق اللي فريق كبير تاع مولودية الجزائر اللي جازوا عليه لاعبين كبار عاش هاد اللحظات تاع استاد ارشيكوم ربحتوش القاب معاهم نقول قلت حاجه سبيسيال باسكو سبيسيال هاي اللي هي سبيسيال اليوم ولا في الجزائر ماشي ما يقدروش باسكو هاد الحاجه تجي وحدها شكون احنا في الجزائر قبل كي كلمت محمد احنا رضوان احنا نقولها بكل صراحه احنا ثقافه في الجزائر تاع الكره ناقصه باسكو احنا اليوم الكلوب تاعك تبعو غير كي تكون مليح باسكو غدوه يكون يجوز دي مومون ديفيسيل الكلوب لي سيبورتور يوليو ما يروحوش للستاد يولوا مي سيبورتيفش الكلوب تاعهم كيما لازم الحال يصراو فيه انشقاقات في الفريق يقولوا كاين ديكلو في الفريق يقولوا فريق ميم لي سيبورتور دي سيبورتور يتبعوا اداره هذه ماشي مليحه تبعوا فلان فهمت وهي وكان تعاود تشوف في اوروب ولا ما بعرفش كيما باريس بلا ميريك دي سيود لاميريك لاتين الاجواء هذه تشوفها